تدخلت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لقسنطينة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة لمساعدة المواطنين القاطنين بمشات وقرى منطقة الكاف لكحل، حيث تم إزالة الثلوج بالمسالك والطرق المؤدية إلى هذه المداشر، مما سمح لساكني هذه المناطق بالتنقل من وإلى ولاية قسنطينة للتزود بالمؤن. تنفيذا لتعليمات وتوجيهات القياده العليا بفك العزله عن المواطنين وتقديم يد العون، قمنا ومنذ نهار امس باقحام وحدات فرعيه مجهزه باليات شق الطرقات لفك العزله، واليوم نتواجد في منطقه كاف لكحل منذ الصباح الباكر، حيث قمنا بفك العزله على العديد من المداشر